الفكره من السيد محمد ابراهيم وزير الداخليه ان احنا ندعم اقتصاد مصر، وكان احنا عندنا كوزاره الداخليه قطاع شرطه متخصصه لتبعه ادارات المرور كلها على مستوى مصر كلها. احنا فكره نعمل اللوحات المميزه للمواطنين، ومن خلالها نقدر ندخل ان شاء الله مليارات لهذا الصندوق ان شاء الله. زي ما قلت لحضرتك ان احنا هنبتدي بعض اللوحات، المزاد على لوحتك دوت كوم دوت اي جي. المواطن بعد 15 يوم او قبلها هنعلم بالظبط قبل ما تخلص موضوع التكنيك الخاصه بالبنك ومع السايت بتاعنا عشان يبقى السايت مؤمن تماما. المواطن هيتفضل حضرته هيخش على لوحتك دوت كوم دوت اي جي، يشوف الشروط الموجوده ايه، يعمل اكسبت عليها، يبتدي يخش على سايت البنك الاهلي، هيبتدي بالكريدت كارد بالديبت كارد بالكروت المدفوعه مقدما عشان يدفع التامين. حتى زايد على لوحه معينه هنقول له ان دي تامينها قد كده، يدفع التامين خلال 3 ايام هيتم مزايده من جميع المواطنين في هذا الامر لغايه ما توصل. اذا وصلت الى الرقم اللي احنا حاطينه حد ادنى هيبقى مبروك على حضرتك بالظبط. اذا لم تصل طبعا هنعيد المزايا الخاصه بيه. يمكن ده اللي قال، يمكن ده اولا ده موجود في كل دول العالم، والدول العربيه جنبنا دول الامارات. ده انا بقول له برضه فرصه، اقول للاخوه المصريين اللي قادرين قوي يعني، ان في لوحه اهم واحد بيعت في الامارات الاسبوع اللي فات ب 23 مليون درهم. احنا مش اقل من الناس دي، وعلى فكره الفلوس دي برضه في الامارات معموله لصالح مشاريع معينه، ما بالك احنا بنقول لتحيا مصر عشان نقدر ننهض الاقتصاد المصري بتاعنا. عشان عدم التمييز يمكن السيد وزير الداخليه وجه الموضوع ده بالذات، قال لازم يكون هناك لوحات برضه مميزه ولها ناس التميز تبقى في قدره صالح المواطنين الاخرين عشان ما يحسش انه، انا اسف التعبير، محروم ان هو يدعم صندوق مصر. ليه ما دعمش واخد لوحه مميزه؟ انا برضه مواطن فعاملين له برضه هذه اللوحات لسيادته، ان شاء الله يخش يدعم مصر وياخد لوحه مميزه.